مدبولي يؤكد حرص الحكومة على تقديم كل الحوافز للاستثمارات الأجنبية المباشرة. الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ إسرائيلية معادية قرب مطار دمشق. ترامب ينفي نيته إعلان الطوارئ في الجنوب وينتظر تحرك الكونغرس لتمويل جدار المكسيك. الواحدة صباحا الحادية عشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم كافة الحوافز الممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وخلال لقائه رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة مرسيدس بنز ماركوس شيفر، أكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي باستقطاب الشركات الكبرى للعمل بمصر. من جانبه أكد شيفر أن شركة مرسيدس تتطلع لاستئناف العمل في مصر قريبا وإنتاج موديلات إضافية، مشيدا برؤية الحكومة المصرية فيما يخص السيارات الكهربائية، مؤكدا أن تلك السيارات هي مستقبل صناعة السيارات في العالم. أفاد تلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية وأسقطت عددا منها، هذا وقد سمع عدويا انفجارات فوق سماء العاصمة السورية دمشق. وأشار تلفزيون السوري إلى أن نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات بالقرب من مطار دمشق. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات قادما من البحرين ضمن جولة شرق أوسطية. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو عددا من المسؤولين الإماراتيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اتهمت مصادر رسمية يمنية قطر بتقويض جهود الحكومة اليمنية من خلال زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وأوضحت المصادر أن الهجمات الأخيرة في المناطق المحررة تحمل بصمات الدعم القطري التخريبي في البلاد، مشيرين إلى أن قطر تدعم وتمول خلايا تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يفرض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد في الوقت الحالي. وأكد ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء حول أمن الحدود أنه لن يتسرع في إعلان الطوارئ وسينتظر تحرك الكونغرس لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري @nnews.tv. إلى اللقاء.